عن مملكة النمل. النحل. النمل. النمل اي والله. سبحان الله. اي والله وقالت نملة. نملة. يا أيها النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. اي والله هذا مسكنهم، هذا واحد وهذا واحد لا ندوس عليهم. سبحان الله. هم منو رئيسهم؟ منو شيخهم؟ شيخ المنوفية؟ سيدنا سليمان. حتى هذول؟ أيوة. سبحان الخالق. وما يضربوا بعض سبحان الله، ها زي النحل. سبحان الله. بس النحل فيه عسل، هذول شنو فائدتهم؟ يمكن ينظفوا الأرض من الحشرات اللي يعني ممكن من البكتيريا من الآفات، لازم لهم فائدة. ويذكرون الله وإن من شيء إلا يسبحوا. اي والله ويعلموا مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. وين التمر يا شيخ؟ من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفخر اسمها. بس شوف سبحان الله معايا ابو راشد شيخ البدعانيه شيخ هذا ما يضربوا يدعمون بعضهم؟ لا ما يدعمون، لا يحتاجون اشارات مرور ولا شيء. سبحان الخالق. ها ما في شرطه؟ في كرتون، في كرتون ربع كيلو. ها رباني في شرطه؟ عندهم شرطه يا ناس. اي والله سبحان الله. والبشر يا رب الله يعينه.